مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. تتوقع مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سكيكدا خلال حملة الحصاد والدرس لهذه السنة بلغ نسبة 260 ألف قنطار في عملية تحصيل وجمع الحبوب بمختلف أنواعها، 100 ألف قنطار منها من البذور، وهي النسبة التي تضاعفت أكثر هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية. كريم عبد الوهاب عاد بالتالي. تعاملة الحبوب والبقول الجافة عندها 8 مخازن على مستوى الولاية لاستقبال هذا الموسم الحصاد اللي كما تعلمون وترون الخير له كاين بزاف بزاف. احنا مدايرين بروغرام على مستوى كل مخزن على حسب الإمكانيات اللي كاين، موفرين العمال، موفرين النقل، موفرين الأكياس. كنا نقارنوا مثلا واش قاعد يدخل يوميا منذ بدايه هذه الحمله، نلقاو باللي التعاونيه راهي بارابول العام اللي فات راهي دوبلات لي زيفور دو لاني باسي. في نفس السياق، تعكف تعاونيات الحبوب والخضر الجافه بولايه تيارت بمناسبه شهر رمضان على فتح عدد من النقاط لتوزيع بعض السلع الاستهلاكيه باسعار معقوله، حيث تم فتح 4 نقاط لبيع البقوليات بانواعها باسعار في متناول المواطن. يذكر ان تعاونيه الحبوب لمقاطعه الغرب بفرندا تغطي 11 بلديه غربيه. اكثر تفاصيل في ميكروفون ديار بن داود. اخذت تدابير الديوان المهني للحبوب لوضع كميه هائله من البقول الجافه بمناسبه شهر رمضان، والاسعار في متناول المواطنين. وتعاونيه فرندا لهذه العمليه سخرت 4 وحدات نقطه بيع، ومنها تاخمرت عين الحديد فرندا 2 نقاط كرمس ومدرسه باسعار يعني في متناول الجميع. في سياق متصل، تشهد بلدية أولاد خلوف بولاية ميلا نشاطا تجاريا ضخما هذه الأيام لاشتهارها بإنتاج البطاطا ومختلف الخضر، حيث أصبحت المنطقة مقصدا للتجار من مختلف ولايات الوطن باعتبارها أكبر ممولي أسواق الجملة والتجزئة بهذا المنتوج الاستراتيجي، إلا أن افتقار البلدية لسوق خاص بها تسوق فيه منتجتها في ظل عجز الأسواق المجاورة استيعاب التجار، جعل فلاحي بلدية أولاد خلوف يطالبون والي الولاية بالتعجيل لتمكينهم من مشروع سوق. ميكروفون سفيان بوعود. اليوم رانا في السوق تاع أولاد خلوف، وراه البيع كاين والشراء راهو كاين، والناس راهي من 48 كل راهي لهنا، وراه الحمد لله. ونطلبوا من المسؤولين تاعنا ان شاء الله يعطونا ترخيص باش نخدموا السوق ونخدموا السور، نخدموا الشيء اللي خصنا. انشغالاتنا راهي مازالت مفتوحه، والسلع لهنا راهي متوفره، ورانا قادرين نكونوا سوق. و48 ولايه راهي هنا، ولكن راهي اتصلت بنا السلطات وقصدونا وراهم وعدونا، وانشغالاتنا راهي مازالت مفتوحه، ورانا نستناو في الوعود، وربي يكون الخير ان شاء الله. في موضوع آخر، استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر بولاية الوادي حالات تسمم كثيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت 47 درجة، حيث تعرضت عائلة تتكون من 7 أفراد إلى حالة إغماء ناتجة عن تسممات يرجح أنها بسبب تناولهم للزبادي أو الياورت التالفة، وقد تم إخضاع المتسممين للعلاج وتقديم الاسعافات الأولية لهم. سكينة بالعروسي نقلت التالي. استقبلنا اليوم في استعجالات طبية بالواد حالة تسمم، تسممت عائلة من 6 أشخاص تناولوا ياورت مال كونسيرفي، قمنا بالتدابير اللازمة في المصلحة. تعيش الطفلة المعاقة رميساء رماش صاحبة 14 ربيعا في بيت هش يتكون من غرفتين رفقة 6 أفراد من عائلتها الفقيرة، في ظل إعاقة كلية أصيبت بها منذ الشهر الرابع من عمرها بعد ارتفاع درجة حرارتها، كما أن رحلة العلاج التي بدأت العائلة من سنوات توقفت بسبب الوضع المادي للعائلة. وتطالب عائلة رميساء من المحسنين والسلطات المحلية توفير العلاج لابنتها أو كرسي متحرك لمساعدتها على الانتقال. محمد حمادة. قعدت 4 أشهر كنتها سخانة مش هتكرشها، عقبتها كديتها للطبيب تسمى عطاها الدواء،
هي تشوفت بهذيك ما دار لها والو، زدت تعقبت عند الطبيب، زدت تبعتني للسبيطار، قالت يومين بها ناولي تريت، ما طلعتها. كي طلعتها نورمال، بعد قعدت هكاك ضعفت برك، من بعد تضعف تضعف، قالوا لي دي الحل. تسمى ديت عند حل ماي العوينات، حابه درك الناس يعاونوني يكون يعني يقدروا لابغي باش نداويها، حابه تمشي ولا كما كاش لابغي يعاونوني في كرسي، على الاقل نحطها فيها تقدر تمشي تقدر. المهم يعني اللي حنا نقلبوا عليها الحبيب. وفي ورقلة يعجز المسن رابح الهلالي الساكن بورقلة عن التنقل والحركة بسبب حالته الصحية المزرية والتي تتأزم يوما بعد يوم، بعد إجرائه لعمليتين جراحيتين، ويعيش رابح في كوخ تساقطت معظم أجزائه رفقة زوجته، إلا أن حالة العقم التي ابتلى بها زادت من معاناته، وقد حرم المسن رابح من أي مدخول أو إعانة من السلطات المحلية. الأخضر ذيب زار كوخ الشيخ رابح وعاد بالتالي. نعيش غير من الجماعة كثر خير من واحد الواحد، وشمر هاك تشوف فيها راه النص مبني والنص ماهوش مبني، ومن زمانين وحنا نحاولوا ونحاولوا الله قال ما شفناش، كل يوم غدوه اليوم غدوه اليوم غدوه هاك شوف الحي الله قال رانا حبوس، نقالوا في كثر خيره الخير وبالعافية. تعاون حنا علينا ب 100 ولا ب 200 ولا 50 ولا 20 يسمر، انا خذيت الموتى بالحياة وبالعافية، ولا تعاوني وما عنديش منين نعيش وما عنديش كذا وما عنديش يجيب لي طاس، ما كانش يجيب لي طاس، وانا مدير البراسيون راني غنمشي على جهه ولا غالب كان له داهم رب العالمين، كاش ما يعطونا ترقية عند عويسان براو ورانا متكفين عند. بهذا مشاهدينا نصل الى ختام النشرة المحلية، في امان الله. أكسنت أغبي رفيقكم الوفي يقدم لكم نشرة الأحوال الجوية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم مجددا. تتوقع مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سكيكدا خلال حملة الحصاد والدرس لهذه السنة بلغ نسبة 260 ألف قنطار في عملية تحصيل وجمع الحبوب بمختلف أنواعها، 100 ألف قنطار منها من البذور، وهي النسبة التي تضاعفت أكثر هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية. كريم عبد الوهاب عاد بالتالي. تعاونية الحبوب والبقول الجافة عندها 8 مخازن على مستوى الولاية لاستقبال هذا الموسم الحصاد، اللي كما تعلمون وترون الخير له كاين بزاف بزاف. حنا مدايرين بروغرام على مستوى كل مخزن على حسب الإمكانيات اللي كاين، موفرين العمال، موفرين النقل، موفرين الأكياس. كنا نلاحظوا كنا نقارنوا مثلا واش قاعد يدخل يوميا منذ بدايه هذه الحمله، نلقاو باللي التعاونيه راهي بارابول العام اللي فات راهي دوبلات لي زيفور دو لاني باسي. في نفس السياق تعكف تعاونيات الحبوب والخضر الجافه بولايه تيارت بمناسبه شهر رمضان على فتح عدد من النقاط لتوزيع بعض السلع الاستهلاكيه باسعار معقوله، حيث تم فتح 4 نقاط لبيع البقوليات بانواعها باسعار في متناول المواطن. يذكر ان تعاونيه الحبوب لمقاطعه الغرب فرندا تغطي 11 بلديه غربيه. اكثر تفاصيل في ميكروفون ديار بن داود. اخذت تدابير الديوان المهني للحبوب لوضع كميه هائله من البقول الجافه بمناسبه شهر رمضان، والاسعار في متناول المواطنين. وتعاونية فرندا لهذا العملية سخرت 4 وحدة نقطة بيع، ومنها تاخمرت، عين الحديد، فرندا 2 نقاط، كرمس ومدرسة، بأسعار يعني في متناول الجميع.
في سياق متصل، تشهد بلدية أولاد خلوف بولاية ميلا نشاطا تجاريا ضخما هذه الأيام لاشتهارها بإنتاج البطاطا ومختلف الخضر، حيث أصبحت المنطقة مقصدا للتجار من مختلف ولايات الوطن باعتبارها أكبر ممولي أسواق الجملة والتجزئة بهذا المنتوج الاستراتيجي، إلا أن افتقار بلدية لسوق خاص بها تسوق فيه منتجتها في ظل عجز الأسواق المجاورة استيعاب التجار، جعل فلاحي بلدية أولاد خلوف يطالبون والي الولاية بالتعجيل لتمكينهم من مشروع سوق. ميكروفون سفيان بوعود. اليوم راني في السوق تاع أولاد خلوف، وراه البيع كاين والشراء راه كاين، والناس راهي من 48 ولاية كلها راهي لهنا، وراه الحمد لله، ونطلبوا من المسؤولين تاعنا إن شاء الله يعطونا ترخيص باش نخدموا السوق ونخدموا السور ونخدموا الشيء اللي يخصنا. انشغالاتنا راهي مازالت مفتوحه، والسلع لهنا راهي متوفره، ورانا قادرين نكونوا سوق، و48 ولايه راهي هنا، ولكن راهي اتصلت بنا السلطات وقصدونا وراهم وعدونا، وانشغالاتنا راهي مازالت مفتوحه، ورانا نستناو في الوعود، وربي يكون الخير ان شاء الله. في موضوع آخر، استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر بولاية الوادي حالات تسمم كثيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت 47 درجة، حيث تعرضت عائلة تتكون من 7 أفراد إلى حالة إغماء ناتجة عن تسممات يرجح أنها بسبب تناولهم للزبادي أو الياورت التالفة، وقد تم إخضاع المتسممين للعلاج وتقديم الاستعافات الأولية لهم. سكينة بالعروسي نقلت التالي. استقبلنا اليوم في استعجالات طبية بالواد حالة تسمم، تسممت عائلة من 6 أشخاص تناولوا ياورت مال كونسيرفي، قمنا بالتدابير اللازمة في المصلحة. تعيش طفلة المعاقة رميساء رماش صاحبة 14 ربيعا في بيت هش يتكون من غرفتين رفقة 6 أفراد من عائلتها الفقيرة، في ظل إعاقة كلية أصيبت بها منذ الشهر الرابع من عمرها بعد ارتفاع درجة حرارتها، كما أن رحلة العلاج التي بدأت العائلة من سنوات توقفت بسبب الوضع المادي للعائلة. وتطالب عائلة رميساء من المحسنين والسلطات المحلية توفير العلاج لابنتها أو كرسي متحرك لمساعدتها على الانتقال. محمد حمادة. قعدت 4 أشهر كنتها سخانة، مشات كرشا عقبتها كديتها للطبيب تما عطاها الدواء، هي تشوف الدواء هذاك ما دار لها والو، زيد تعقبت عند الطبيب، زيد تبعتني للسبيطار، قعدت 2 أيام بها، وليت ما طلعتها، كي طلعتها نورمال، بعد قعدت هكاك ضعفت برك، من بعد تضعف، قالوا لي دي الحل، تسمى ديت عند حل ماي العوينات، حابه درك الناس يعاونوني يكون يعني يقدروا لابغي باش نداويها، حابه تمشي، ولا كان ما كانش لابغي يعاونوني في كرسي. على الأقل نحطها فيها تقدر تمشي تقدر، المهم يعني اللي حنا نقلبوا عليها الحبيب. وفي ورقلة يعجز المسن رابح الهلالي الساكن بورقلة عن التنقل والحركة بسبب حالته الصحية المزرية والتي تتأزم يوما بعد يوم، بعد إجرائه لعمليتين جراحيتين ويعيش رابح في كوخ تساقطت معظم أجزائه رفقة زوجته، إلا أن حالة العقم التي ابتلى بها زادت من معاناته، وقد حرم المسن رابح من أي مدخول أو إعانة من السلطات المحلية. الأخضر ذيب زار كوخ الشيخ رابح وعاد بالتالي. ونعيش غير من الجماعة كثر خير من واحد الواحد، واش امر هاك تشوف فيها راه النص مبني ولا النص ماهوش مبني، ومن 80 وحنا نحاولوا الله غير ما شفنا كل يوم غدوه اليوم غدوه اليوم غدوه هاك شوف الحي الله غد رانا حبوس، نقالوا كثر خيره الخير وبلاه زعمون حنا علينا ب 100 ولا 200 ولا 50 ولا عايشين يسمى رانا خذيت الموتى بالحياه وبلاه، ولا تعاوني وما عنديش منين نعيش وما عنديش كذا وما عنديش يجيب لي طاس، ما كانش يجيب لي طاس، وانا مدير البراسيون راني غنمشي على جهه والله غالب كان له داهم رب العالمين كاش ما يعطونا ترقيه عندك عويشان براو ورانا متكفين عن. بهذا مشاهدينا نصل الى ختام النشره المحليه، في امان الله. أكسنت أغبي رفيقكم الوفي يقدم لكم نشرة الأحوال الجوية.